International Service for Human Rights. أنا نجاح يوسف، سجينة رأي سابقة وضحية تعذيب واعتداء على يد السلطات البحرينية. أتحدث اليوم للتضامن مع سجناء الرأي في البحرين، وسأخص بكلمتي الضحية التي أدرجها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن الأشخاص الذين يتعرضون للانتقام بسبب تواصلهم مع الأمم المتحدة. الأستاذ حسن مشيمع، أكبر سجين سياسي في البحرين، تجاوز عمره 75 عام، تعرض لتعذيب بشع منذ اعتقاله في 2011 لقيادته مطالب التغيير الديمقراطية في بلد البحرين. ورغم تقدم مشيمع في السن، لكنه يخضع إلى ما سماه بسياسة الموت البطيء بسبب الإهمال الممنهج لتوفير العلاج. هذه ليست السنة الأولى التي أدرج فيها الأستاذ حسن مشيمع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وإنما أدرج أيضاً في العام الماضي والعام الذي قبله وأيضاً عام 2011. لذلك يجب على هذا المجلس أن لا ينتظر العام القادم لنجدد قضية الأستاذ حسن مشيمع، بل يجب أن يتخذ إجراءات فورية حيث وضعه الصحي يتدهور. نطالبكم بالضغط على البحرين لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين تعسفياً فوراً وبدون شروط، وضمان شروط احتجاز إنسانية إلى والوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة لجميع المعتقلين بالبحرين، وحمايتهم من كل أشكال الأذى النفسي والجسدي وشكرا.